اهلا بيكم معايا من تاني فيديو جديد وفكره جديده. لاول مره بيتابعني معاكم غاده. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم كارت بالورق شكله جميل جدا، ينفع كهديه حلوه في اي مناسبه نهديه لاي حد احنا بنحبه. فكل اللي هنحتاجه هنحتاج الورق الكنسول. ورق الكنسول بيتباع فرخ صغير وفرخ كبير. فرخ صغير زي كده اللي هو الحجم اللي هو الاي 4 هتلاقوه بيتباع في المكتبات بالشكل ده، وفي منه اللي هو الحجم الكبير. طبعا انتوا عشان تعملوا الكارت فاختاروا اللي هو الاحجام اللي هي الاي 4. هنجيب ورقه من ورق الكانسون وهنبدا نتنيها نصين بالشكل ده. ده هيبقى شكل الكارت من بره. بعد كده هنجيب الورقه الثانيه دي وهنبدا نتنيها على شكل مثلث كده. الزيادة ده هنقص بالمقص. بعد كده هنبدأ نثني الورقة. بعد كده هنجيب الجزء ده هنبدأ برضو نثنيه على التاني. بعد كده هنبدأ نقلب الورقة الناحية التانية وهنبدأ نثنيها برضو نصين. طلعت معايا ورقة بالشكل ده وهنبدأ نثنيها كده وهنثني الورقة نصين. من الجزء اللي فوق ده هنبدأ نرسم رسمة قلب. بالمقص. طلع معايا بالشكل ده. هنبدأ نحط في الجزء ده. وهنثبته على الكارت كده في النص. الجزء ده برضو هنحط فيه صمغ. وهنبدأ نقفل الكارت عليه. بعد كده هجيب ورقة مربعة مقاس 8 في 8 سنتي وهبدأ أتنيها نصين وهرسم عليها شكل القلب. بعد كده هجيب الورقة اللي هي نفس اللون بتاع الكارت وهبدأ أقص عليها 4 قلوب. كده قصيت على الفوم الاحمر شريطين بالشكل ده، قصيتهم بالمقص اللي هو المشرشر وقصيت قلوب بالشكل ده. القلوب دي ممكن تعملوها بنفس اللون اللي هو اللي هي الكارت اللي من جوه، يعني تعملوها بنفس اللون او ممكن تعملوها بالفوم الاحمر لو عندكم. القلوب دي هتعملوها ازاي؟ هتجيبوا ورقه وتتنوها نصين وهتبداوا ترسموا قلب. الشكل ده وهترسمه جواه قلب تاني وهتقصوهم بالمقص. وهتقصوا القلب اللي جوه هيطلع معاكوا قلب مفرغ بالشكل ده. بعد كده هنجيب مسدس الشمع وهنبدأ نثبت الشريط بتاعنا في الجزء ده. ولو هتعملوه بالورق الكانسون اللي هو الاحمر هتلزقوه بالصمغ. وهنلزق واحد تاني هنا. بعد كده هنثبت القلوب
ده وتكتبوا كلمة love. نعمله في يونكا بشريط الستان بنفس اللون بتاع الفرد، وبعد كده هنبدأ نثبتها في الجزء ده. وهتحطوا جواها قلب بالفوم اللي هو الأحمر. وزي ما قلت لكم ان انتوا ممكن تستغنوا عن الفوم الاحمر، ان انتوا تستخدموا ورق كانسون نفس لون الكارت من جوه. طبعا في الجزء اللي من جوه ده هتبداوا تكتبوا كلام لصاحب الكارت اللي انتوا حابين تهدوه لي. اتمنى ان يكون فكرتي عجبتكم النهارده، وما تنسوش تعملوا لايك وشير لو عجبكم الفيديو، وسبسكرايب للقناه لو اول مره تتابعوني، واستنوني الفيديو الجاي فكره جديده ان شاء الله.